نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير عمرو محمد رشدي الذي وافته المنية بالأمس. وقالت الوزارة في بيان لها إن الفقيد كان مثالا للعمل الجاد والتفاني ودماثة الخلق، ولم يبخل بجهوده المخلصة طوال فترة عمله بديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالخارج. تقدم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.